معنى القرآن محيايا وترتيلي ونجوايا شعاع في بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هكذا تلقى الفقراء تبرعاتكم السخية، وانطلقت مع حملة المليون مصحف ملايين أخرى من دعواتهم الممزوجة بالعرفان والامتنان لكل من دفع درهما من أجل أن يقرأوا حروف القرآن كاملة بلا اهتراء أو نقصان. كانت دعواهم أن الحمد لله رب العالمين الذي رحمنا من التربع لحفظ القرآن بين ألواح خشبية ومصاحف مهترئة تعاني ما نعانيه من فقر وضيق حال. وصلت تبرعاتكم لمستحقيها في هذه الأيام المباركة، وهيئة الأعمال الخيرية تعد كل متبرع سخي أن ما أنفقه من درهم في حملة المليون مصحف سيصل موضعه المناسب. الكثيرون الآن من الفقراء ينعمون بطباعات جديدة من المصحف الشريف، والأكثر منهم ينتظرون ريعكم الممتد ليغيثهم وينعموا بمصحف جديد. هيئة الأعمال الخيرية معكم على طريق الخير.